هلا مين موافق ومين مو موافق؟ بدي افهم. انا ماني موافقه. بس انا موافقه. تعالوا نعمل تصويت يا شباب، ارفعوا ايديكم. من زمان وانا بنادي لمرت اخي. هاي البنت منا وفينا، واذا بتزعجها يا ويل ويلك. ها تعال معي مصطفى. طاهر، قلت لك تعال معي. مستحيل. هوي امي متت لحتى لقيت سلفة تناسبني. لا تواخذيني حماتي، مستحيل اسمح لك. بعد طاهر، أنا بعرف بدك تتجوزها كرمال ما تعطي إيد لفيدات. أنا رح أتجوزها لأنه الله شاهد علي، هي المرة الوحيدة اللي بحبها واللي ما في مرة غيرها بتصير على زمتي وحلالي وأنا بموت فيها. عم تفهم؟ ابنة ابني لك، افهموها بقى. طاهر هيك عم تغلط يا مجنون. لك فيداك ما رح يتركك تعيش، وإذا هو تركك العالم ما بتتركك. وانت عمل مثلهم كمان. ولك لا تكون غبي، فهم علي، هاي المرة اللي انت بدك تتجوزها أهل الضيعة سموها صاحبة طاهر الإسطنبولية. وقت طاهر يتجوز صاحبته شو رح يحكوا عليه؟ أخي بكفي، سكوت. ليش بالله؟ مشاعرك انهزك من كلامي طاهر أفندي؟ آه؟ أنت بتعرف منيح اللي عم أقوله، وبتعرف اللي رح يصير فيك أكتر مني. الناس رح تمسح فيك الأرض، رح تقلي ما فيني بعد عنا. طيب كون معه، افتح له بيت، اطلع وفوت. مو مشكلة يكون عند الرجال صاحبة، بس بكفي. لك شو هي تتجوزها؟ إذا بسمعك عم تحكي عن نفس هذا الكلام، وإذا بتقول عنا صاحبتي مرة تانية، وبتتجرأ أنك تشبهني لهداك الواطي وعديم الشرف، بتكون عم تجبرني أقتل أخي. ما رح تلحق تعمل شيء. نفس بدك تقيمها من راسك نهائياً، وإلا أنا ما بتركك للعالم. بقلب الدنيا فوق راسك وبعملها جهنم. وأنا عم اتحداك، ورجيني كيف رح تقلبها جهنم فوق راسي. بس إذا فيك ذرة عقل، ما بتكون السبب بدمعة واحدة من عيون نفس، وإذا بتنزل دمعتها بسببك وقتها بتشوف كيف بدي أقتلك وحول هالضيعة على جهنم. نفس آسية، لو سمحتي بدي أطلع شم شوية هواء. وقفي جاية معك بنتسلى، وباخد منك كم كلمة عن اللي صار. مو هلأ آسية، اسمعي، حابة ضل وحدي تمام؟ بوعدك احكي لك بعدين. ايه عراحتك. يلا سكري. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.